كنت بنزل شكل 5000 مشترك وشرت فيلم الله يعطي العافيه عبد الله ما قصر معي سوالي كذا فجاه. كنت افكر يعني وش اسوي بالشكل 5000 مشترك، ما جتني افكار ابدا. واعطاني المقطع وقال ايش رايك اذا تبغى نزله، وعجبني وحطيت عليه بعد يعني وانا اتكلم. واخر شيء طلع فيه حقوق على شو اسمه على مشودة ماهر زين، يعني ما ادري ذا القهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سوي معكم في سلوم. اليوم جاب لكم سنجل بلاير حلقة 14 او 15 او 16، لان ما ادري كم العدد. مثل ما تشوفون كذا فجأة في كهف سجلت حلقة مدتها شو اقولكم بس اكثر من 40 دقيقة. تخيلوا مو في 40، 35 كذا يعني مع تقطيع كل شيء يمكن يطلع 35 دقيقة. مع كذا طلعت بدون صوت الحلقة، يعني ما ادري نغبنت غبنة وصاحية وما ادري شو اقول والله. مثل ما تشوفون الايرون هنا وكل شيء، قد اطبخ او اصخر ذا الايرون مدري ايش، وهذا الاغراض ما بيها صح. اوكي نحط الله وشو. كنت ابغى اصور اشياء ووريكم البيت ما ادري ايش، بس كل سويت يطلع ابو كلب. كنت متوقع انه يطلع شيء حلو او ما ادري اقولكم والله غبنا يا عيال. يعني تخيل تسجل فوق 40 دقيقه، يعني كانت اشياء كثيره سويتها في الحلقه، وانها منها يعني ابني في البيت شوي وكذا، واقولكم ايش تبون يعني اسوي هنا وهنا وكذا، وال البلوكات الموجود عندي وشكل البيت وكل شيء. فاخر شيء يطلع لي شيء ابو كلب، يعني ان مايك ميوت او مو بالمايك ميوت، زر كذا هنا مثلا شلون اقول لكم، هنا مربع هنا مربع، مربع لفوق حطيت عليه صح، المربع الثاني سد حط عليه صح، الثاني هو حق صوتي والاول حق اللعبه. يعني ما ادري ايش اقول والله شيء يغبن. ده ما علينا. كذا فجاه في كهف مثل ما قلت لكم قاعد جم موارد واشياء كويسه. ايش بعد ما ادري، ودي اترك هذا شوي بس عشان لحظه خلنا نسجل علامه عليه عشان اعرف وش نصر الحين او شيء. اوكي لا لا صح بسوي حركه دقيقه. اوكي نحط هذه على هذه. ايش بعد؟ اوكي هذه هنا جولد هنا. ما ادري ايش اسوي الحين، لكن اول ما اخلص صهر هذه الاشياء بروح ال رحمة الله بروح البيت ووريكم البيت كذا. ومثل ما تشوفون يعني حبتين دايموند هنا بعد، لقيت حبتين دايموند وبس ما ادري شو اقول. اوكي واعتذر الخمس ايام اللي راحت اني ما نزلت شيء. اول شيء كنت بنزل شكل 5000 مشترك وشرت فيلم الله يعطي العافية عبد الله ما قصر معي سوالي كذا فجأة. كنت افكر يعني وش اسوي بالشكل 5000 مشترك، ما جتني افكار ابدا. واعطاني المقطع وقال ايش رايك اذا تبغى نزله، وعجبني وحطيت عليه بعد يعني وانا اتكلم. واخر شيء طلع فيه حقوق على شو اسمه على مشودة ماهر زين، يعني ما ادري ايش ذا القهر. و ترى هذه قبل يعني ما اسجل حقة السنجل بلاير، وبعد ما سجلت حقة السنجل بلاير طلع معي شيء ابو كلب اللي هو الصوت ما طلع. ف اذا تبون اركب مودات ركبت، ما حد دائما اقولها في كل حلقة، تبون اركب مودات ركبت، بس علموني اذا بيخرب العالم او لا. ولو تكون مودات يعني اللي يقول قلبها هيكس تقلبها كذا ما يقلبها، راكب كم مود يعني بس، وما تكون مودات تخرب اللعبة مرة. شو اسمه اوكي عشت الله ايه شو اسمه المودات يعني ما تكون تخرب اللعبة او تخرب السنجل بلاير نفسها.
وتكون يعني كويسة. إذا كانت أبو كلب ترى يعني ما أدري، ما ودي أخذها كانت أبو كلب. المهم إيش كانوا بسوي؟ أنا ما أظن هنا الدايموند. لحظة كم ارتفاع؟ 11 كيرجستان. اوكي اوكي هنا اخاف انه يطلع لي لاب الحين. وش دروب ابو كلب؟ طيب كذا بجزان، ما ادري ايش الدروب اللي يصير لي مع ان الفريمات اشوفها كويسة، فجأة كذا تصير ابو كلب. لا 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 طب ليش وش ذا؟ اوكي خلنا نشيل الريدستون. الريدستون بحتاجه اتوقع، لان ان شاء الله بسوي اشياء وبتكون تحتاج الريدستون. ف كم وصل الحين؟ لا هذا اللي ما ابيه. ايش في ذا ما يسوي شيء؟ هذي بتطيح في اللافا اكيد. اوكي زين اني خذيت منها شيء بس. اوكي ما نطول الحلقة على شيء تافه، نروح اللي يبغى يعني اني اسوي شو اسمه. وحبيت اني اقولكم بعد شيء، ان اي حساب شو اسمه، اي حساب في سلوم لا تدق على الفم، هذا سكن جديد. خذت سكن وليد خربطت في الفم كذا، بس عشان ما يصير زي وليد بالضبط. هو ما قال لي شيء بس يعني انا كذا ما ادري جت في راسي ان ما ابغى يصير زي وليد، ممكن ارجع بعدين. المهم رجعت اسمي اللي هو فيس اللوم، الحمد لله رجعته. اللي يقول كيف رجعته وهو محذوف ما ادري ايش، دخلت حسابي من شركة موجانج او موقع موجانج ورجعت كل شيء. شو اسمه ترجيع بسيط يعني ما يبغى له شيء، ما برجعته بعد يعني دخلت كود جديد. وش اسمه لحظة وش ذا هذا ريموف. ما يبغى له شيء يعني، كله دخل كود واختار اسم، حطت زي اسمي هذا وطلع يعني اوكي. لاني اصلا ما يبدي اي احد يحط اسمي على ما اظن الا اللي الا لازم يدخل من حسابي. فيب اوكي لا ما تكفي. ايش بعد ايش بعد ايش بعد؟ هذا نحطه كذا بعد، هذا ما استفيد منه وذي الخشبتين ما استفيد منها. ايرون اسوي بلوكات بعد، ما ادري شو ما احتاج انا. هذا الميوزك ديسك او لحظة ايش كنت بسوي؟ الجرافل ما نحتاجه، ونقول الساند ما نحتاجه. حتى الله الميوزك ديسك هذا طلع لي من كريبر في الحلقة اللي راحت، وللأسف بعد مسحت حلقة من القهر. كنت ابغى اوريكم كم لقطة منها، بس اكثر شيء بيطلع لي يعني ان شاشة سوداء. فيب الحين وين اروح؟ اوكي وين الهوم؟ هنا يبعد البيت 400 سهولة انا، يبعد 400 ال شو اسمه 400 بلوك. فا اوكي هنا ما ادري وش فيه، خلنا نشوف وش هنا. حط واحدة زيادة، ما اتوقع انه في دايموند بس يلا ان شاء الله يطلع لي شيء ان شاء الله. بس شكله ضيق ما في شيء. ايش الوجه اللي قرب؟ طيب بعد انطط انا ترى في الماي يعني. اوكي اعتقد اذا كانت حلقة مملة، بس الحلقة راحت كانت كويسة وكل شيء فيها يعني، ولا صار شيء ونحذفت كل شوي يعيد الكلام ما ادري ايش جاني انا. اوكي نحط هذي. لحظة لازم اسوي كذا عشان ما
اللي شوف ذا اللحم اللي معي كان 64 حبة في الحلقة اللي راحت، مو ب 64 بعد، كان 64 وشوي. و عشان ذا التحديث الجديد 1.7، مو بتحديث جديد هو اجد واحد، بيطلع 1.8 و 1.8، فا يب كني توجا جلتش مدري وش، وبين لي الارضية انا قريبة او الجزيرة قريبة. كم الارتفاع؟ واي 25. صوت دجاج قريب. اوكي بينك سكس بكاكس بعد. كم بقي ضربة؟ 43. خلاص هديت، الحين بنطلع الرابع. اوكي خلاص، اوكي هنا في ايرون بعد. اوكي نطلع، لا لحظة عشان نخرب الشكل. زعجتيني انتي. اوكي فل اراضي اصلا عادي. اوكي نروح البيت وريكم التغييرات اللي سويتها وكل شيء. ما ودي يكون تقطيع فا يب، لان البيت قريب اصلا. ايش سويت انا؟ نحط هذا كذا وهذا كذا. والله لك القلق هنا، ما ودي احط بيسفول بعد. وش اسمه حلقة راحت بعد ادتني الساحرة التحديثات الجديدة او التحديث الجديد من 1.7.2 طال كذا فجأة الساحرة، ف وحوش يعني كثيرة. ومن يوم حطوا وش اسمه الزومبي يشوفكم بعيد وزي كذا فخربوها. والله بقعد سنة عشان ذا. وش اسمه لازم اسوي بعد شافل قلت شوي اقول وش اسمه. اوكي حركة حلوة في هذه لحظة با. اوكي شنذب 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 كم باودر حبة واحدة ما تكفي، اخذه بالبوت. اوكي كف، لا مو كف شكله. في خنازير هنا وجبت جزر جبت كل شيء، ف بروح الحين ازرع الجزر. جبت الجزر بعد من زومبي وجبته بعد من شو اسمه وشفته يعني في رحمة الله وشو شفته ايه في قرية، في قرية قريبة مني بس ما طلعي في الميني ماب لاني حذفت الميني ماب وركبته من جديد. ف يب في كذا ما ادري كني صوت ريان فايب كذا. اوكي يعني كان في قرية وكنت بوريكم اني جبت جزر، فجأة جاني جزر قلت اني يعني بوريكم اصلا اني عندي من زمان جزر او قريب مني جزر واقدر اجيبه، فما صار معي شيء اللي ابغاه من ما احذفته او خرب شيء في ماينكرافت لازم احذف في المودات واعيده من جديد. اوكي هذا البيت حقي اللي يسأل يعني وش ذا، حتى كتبهم واقول وش اللي يسأل عن البيت حقي. اوكي حاطين هذه حاط هذه كذا يعني شكل بس، ومثل ما تشوفون ما شاء الله السقف ما حد اعطاني وش الشكلون الله. اوكي الشكل اللي تبونه، وهذا السموث ساند ستون ما ادري اخليه كذا ولا احط كريزي. هذا شكل يعني والله مره جامد طالع لي، يعني بوريك من فوق كيف جيجي كيف جيجي ما ادري ايش قاعد اقول انا يا شيخ. شوفوا شكله والله مره خرافي من فوق، عجبتني تنويع في الالوان وكذا. فايب اوكي مرقلت بكاكس حقي مرة ابو كلب، ولازم اجيب دروع جلد حق البقر واذبح كذا فيها. اوكي حط اغراض انا في تشست هذا. اوكي حط كل اغراض فيها بس.
اوكي كم يطلع تسحبين او تسحبين يا رباش قاعد يقول انا اوكي حط كذا وهنا الدايموند في حركة بعد دقيقة خلنا ناخذ واحدة بس او ثنتين مثلا نزرع هذه ها تسوون كذا شوف يطلع منها حبات يعني اللي ما يعرف اللي بيسأل يعني شلون اجيب بسرعة حبات يعني مديني ازرع لما تشوفون هنا حاط اشياء او كنت حاط هنا احسن الله وش هو كنت حاط هنا الورود وزي كذا اللي يلا تلقاها مثل الزرقاء وكذا وينها اللي هي هذه الزرقاء بعد كويس شكلها فايب وش فينا اقول فايب اقسم بالله العظيم مو بقصدي يعني ناخذ حبتين ناخذ كرافتنج من هنا ايش بعد ايش بقي ناخذ هذا نحطه هنا تشاركول ما عندي اوكي نحط هذا على هذا خلنا نزوجهم اوكي اربع عددهم خلنا نزوجهم قبل ما هذا واروح اجمع اغراض من اوكي انا فيه اصلا اروح اجمع اغراض من الموبز لاني احتاج شو اسمه يمكن جن باودر او شيء زي كذا ايش هذا راح هناك يا شيخ طلع بزر يا بزر انت يا حلو طلع بزر اوكي نحط هذا هنا بعد رحمة الله وشو هاد البيضة ذي انا حطيت منها شوي في قريم البيت يعني على مظن والله مناسي ما ادري حطيت قدام البيت ما ادري ليش قاعد اقول كذا انا حطيت على مظن قدام البيت وفجأة اشوف ان قدام بيتي كثير يعني وهذا الشيء كنت ابغى اشيله فشكله بشيله شلت منه نص على مظن اي نص شلت منه بالحلقة اللي راحت اللي طلعت بدون صوت يعني اشياء صارت فايب والله العظيم ما ادري ايش فيني اقول فايب تهزف ريان اول اخ بس لحظة كويس مايك مو ميت وش تدروب اوكي لحظة كويس انا ما افتر بس ناخذ الجزر الحين اوكي وش اللي فوق ايش جابه ناخذ الجزر عشان نزرعه مع هذا الويت وذولي اتوقع الحين ما احتاج لبطاس شوي ف ما قلت يب وين جزر هاي يابو وين جزر الجزر جزر وين يا عيال ايوه والله اني ماخذ من زومبي اتوقع اني حويل مدري وينه فجأة اختفى اصلا عادي طبعا مثل ما تشوفون شريت هذا ايش اسمه الكب او الكيب مدري ايش اسمه زد ما اعرف اسمه بالضبط عشان ما تقولون تدقون عليه اوكي ايش كنت بسوي تو انا كنت باخذ جزر بس هذا كنت بسويه اوكي نذبح حيوانات شوي بس عشان ننتهي من الايرون واعطوني مثل ما قلت لكم اراكم بالكومنتات عن البيت ما البيت وكيف تبون شكله يعني ان كل مره اسال واقول تبون مودات شيء كذا ولا احد يعطيني وجه فاصلا عادي اوكي ولا تحسبون ان هذا اول بيت واخر بيت يعني بسوي يعني كبير ان شاء الله بسوي بيوت كثيره بس لان الحين ما العب سنجل بلاير كثير ف ما ادري ايش اسوي يعني
سينجل بلاير لحالك طفش، لازم تجيك افكار، اذا ما جتك افكار فجيب ريد وكذا. نحط هذه هنا، اوكي حط هذه هنا. اتوقع كم عندي جلد الحين؟ ما عندي جلد، اوكي ما عندي جلد. اوكي نتهلي الايرون نسوي 21 حبة، ما تكفي بعد كامل على ما اظن، 3 حبات. الحين ليش سويت انا بلوك؟ والله اني فاهي. اتوقع كذا خلصت اللي بقوله في الحلقة. اتوقع ايش اتوقع؟ اسف اذا كانت حلقة قصيرة، بس مو بيدي يعني، سجلت حلقة وطلع معي اشياء غبية و ما ادري ايش جاني بعد النت، اقسم بالله يا عيال ما ادري ايش اقولكم. اسألوا اللي معي في التيم سبيك، اسألوا اللي يقابلون في التيم سبيك، يعني بيسأل شو اسمه ليش ما تنزل مقاطع كثيرة، فما اقدر لو انزل مقطع اللي هو يعني اسجل مقطع اليوم ما اقدر انزله في نفس اليوم. خذوها يعني قاعدة في نتي، يعني مثلا انزل مقطع ابو 500 ميجا مثلا ينزل لي في 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات تقريبا. اذا كان 800 ميجا او جيجا هذا اقل شيء 10 ساعات اقل شيء. النت ابو كلب يعني بالعربي. والبنج عندي في الايام راح تيجي 5000 4000، الداونلود يجيني 0.8 كذا، والابلود يجيني 0.01 كذا، يخرف النت كذا فجأة. ف ما ادري ايش اقول، بس هذا اللي كان عندي اليوم. مثل ما قلت لكم اسف 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 اذا كان ملل او شيء من الحلقة، فيب لازم اقول فيها يب زبدة. اسف اذا كانت الحلقة تملل او شيء، بس مو بيدي يعني. كل شوي عندي كلام اقسم بالله ما ادري ايش يعني. اوكي اذا كان الحلقة مملة اسف، ف شو نعكس كلام. اوكي هذا كان عندي اليوم، كلكم سلام. يلا يلا اشوفكم على خير.